أنا بصراحة وجهة نظري بهذا الموضوع يعني حتى تكون تعرفوا إنه أنا إنسانة حقانية. أنا برأيي إنه في شروط شفهية، وإذا أنت مو واثقة فيه وبدك تحطي شرط بالزواج راجعي علاقتك. إذا أنت وإنسان بدكم تفوتوا على هالمؤسسة على هالحياة وفي أشياء متفقين عليها ومش واثقة إنه رح يطبقها وبدك تحطيها شرط عليه إلزامي، ما حبيبي ما في شيء بهالحياة إلزامي، ما حدا بيعمل شيء غصب عنه وما حدا بينحط عليه شروط. يا هل ترى هل لي معلش يعني راجعي علاقتك وما تتجوزي. ولكن السؤال هون، يا هل ترى الشروط التي توضع بعقد القران أو بعقد الزواج هل تطبق فعليا؟ ما بعرف إذا تطبق أو لا، بس أنا بحسها مو حلوة بحق حالي، مو بحقه هو ولا بحق أي حدا، مو حلوة بحق حالي داخلة على حياة زوجية وعلى بيت على أساس بده يكون كله تفاهم وكله محبة وكله حوار. هيك كلياتنا منفوت على المؤسسة حط عليه شروط، إيه ما كانت هالجوازة، معلش اسمح لي. يعني كيف مثلا، كيف يعني مثلا أنه أنا مش واثقة بأنه هو يعطيني وعد شفوي فبدي روح حط له يا على هذا، كيف بده ينفذه؟ بده ينفذه غصب عنه؟ إيه ما بدي هالجوازة كلياتها.